نشرة الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين: إثر معاينة رئيس الجمهورية لتسرب كميات كبيرة من المياه الصالحة للشراب بإحدى ضواحي العاصمة، إعفاء رئيس إقليم المنار لشركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه من مهامه وفتح تحقيق عدلي في الموضوع. أكثر من 41 ألف تلميذ يجتازون بداية من اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. وزارة الداخلية تقر جملة من الإجراءات والتدابير الجديدة الخاصة باستخراج عدد من الوثائق. وفي شؤون الشرق الأوسط، الرئاسة الفلسطينية ترفض رفضا قاطعا دعوة الكيان الصهيوني لتسليم غزة لقوات دولية. في تفاصيل النشرة، أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أمس أنه تقرر إعفاء رئيس إقليم المنار لشركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه من مهامه والإذن بفتح تحقيق عدلي، وذلك على إثر زيارة ليلية قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأول إلى إحدى الضواحي الغربية بتونس العاصمة ومعاينة تسرب كميات كبيرة من المياه الصالحة للشراب من أنبوب تابع لشركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه، وبعد التثبت في كل ملابسات الموضوع. على صعيد وطني آخر، يجتاز بداية من اليوم 241,566 مترشحا دورة المراقبة لامتحان البكالوريا على امتداد 4 أيام، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 14 من جويليا الجاري. مدير الأعلام والاتصال بوزارة التربية منذر العافي: يجتازوا 41,566 مترشحا لدورة المراقبة، يتوزعون كالآتي: في الأداء مؤجلون 10,246 40.38% من النسبة العامة، عندنا في الرياضيات المؤجلون 1,260 16.12%، العلوم التجريبية المؤجلون 8,796 32.89%، في الاقتصاد والتصرف المؤجلون 12,121 27.44%، في العلوم التقنية مؤجلون 5,703 يعني 31.72%، في العلوم الإعلامية المؤجلون 3,089 30.05%، في الرياضة مؤجلون 351. مدير الأعلام والاتصال بوزارة التربية منذر عافية أضاف أنه سيتم اعتماد إجراءات المراقبة المعتمدة في الدورة الرئيسية لتجنب أي محاولة للغش في الامتحان. نفس الإجراءات التي اعتمدت في الدورة الرئيسية في مستوى انضباط، في مستوى سلوك التلاميذ، في مستوى حسن الاستعداد، وخاصة في مستوى تجنب الغش وعدم حمل التجهيزات الرقمية، هذا كله نفس الإجراءات ونفس التراتيب المعمول بها. ستتواصل الرقابة هي نفسها، المراقبون سيتوزعون على كامل مراكز الحانات، المراقبون من المستوى المركزي أو الجهوي بنفس التراتيب وبنفس الجدية ونفس الحرص من أجل ضمان تجتاز هذه البكالوريا دون غش ودون محاولات للغش. لجان الامتحان جاهزة، لجان الإصلاح جاهزة، وزارة التربية على تم الاستعداد لحسن اجتياز هذا الامتحان. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة عامة بمقره بباردو للنظر في مشروع نظامه الداخلي والتصويت عليه. ويتضمن مشروع النظام الداخلي 152 فصلا موزعا على 12 بابا، يضبط بالخصوص هياكل المجلس وتركيبتها وطرق اختيار أعضائها، إضافة إلى تحديد إجراءات النظر في المشاريع والمسائل المحالة على أنظاره وفق الاختصاصات التي خولها له دستور 22 و2000. دائما في الشأن الوطني، حيث يترأس وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار الوفد التونسي الذي سيشارك اليوم وغدا بواغادوغو في أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية البوركينية. وعلى هامش أشغال اللجنة المشتركة، ينتظم اليوم ببادرة من وزارة الخارجية منتدى اقتصادي تونسي بوركيني بمشاركة وفد هام من رجال الأعمال التونسيين برئاسة رئيس منظمة الأعراف سمير مجول.
وتمثل بوركينا فاسو أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتونس بغرب أفريقيا، حيث يسجل الميزان التجاري بين البلدين منذ سنوات فائضا لصالح تونس، خاصة في مجال تصدير الصناعات الغذائية والكهربائية ومواد البناء. في شأن آخر، وبعد غلق استمر منذ 18 من مارس الماضي، ينتظر أن يتم اليوم إعادة فتح معبر رأس جدير البري بين تونس وليبيا أمام جميع المسافرين، عاد حركة البضائع وفق ما أفاد به مراسلنا ببنجردان العوني العجيل نقلا عن مصادر رسمية. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة 34 للجامعة الصيفية في إطار برنامج تعليم اللغة العربية الموجه للتونسيين المقيمين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الرابع من جويليا الحالي إلى الثاني من أوت القادم. ودعا ديوان الراغبين في المشاركة إلى القيام بالتسجيل الأولي عبر موقع ويب معهد بورقيبة للغات الحية. على صعيد وطني آخر، وبهدف تحسين الخدمات المسداة للتونسيين بالخارج وتقريبها، أقرت وزارة الداخلية جملة من الإجراءات والتدابير الجديدة الخاصة بعمليات استخراج عدد من الوثائق. الناطق باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغايا أكد في تصريح للإذاعة الوطنية تخصيص مكاتب تعمل كامل الأسبوع وفي العطل والمناسبات لتلقي مطالب استخراج الوثائق. نحن كوزارة الداخلية اتخذنا عدد من الإجراءات. المكاتب مثلا العلاقة مع المواطن لجميع الأقاليم والمناطق، المواطن بالخارج يتوجه للمنطقة ديريكت، ما يتوجهش المركز، يمشي للمنطقة أو للإقليم، يلقى مكتب العلاقة مع المواطن اللي هو باش ياخذ عليه الأوراق نتاعو اللازمة، تمول صبغة غاديكا، تمول الوثائق نتاعو، باش يكونوا المكاتب هذوما يخدموا حتى استمرار حتى يوم السبت، كيف باش يلقى مكاتب تخدم بيرمانونس زاد استمرار حتى في العطل الرسمية، حتى في الأعياد الدينية موجودين نخدموا حتى في الليل زاد عنا في إدارة العامة لشرطة الحدود والأجان عملت مكتب خاص غاديكا زاد باستقبال الجوازات، مكاتب زاد في المطار تونس كرتاج عملنا لها مكتب ميناء حلق الواد. في الباخرة المواطن الخارج يبدأ معناتها مازال هو في الباخرة باش يلقى مكتب غاديكا في استخراج الوثائق يتقدم له، أول ما يهبط من الباخرة يتسلم الباسبور نتاعو الجديد. تم اتخاذ العديد من الإجراءات خاصة على مستوى المعابر الحدودية كما المواني أو المطارات، أنه باش يتم معناتها تشغيل جميع الشبابيك هذيك الموجودة باش يعملوا الإجراءات الحدودية هذوكم معناتها باش تكون الشبابيك كلها إن شاء الله تخدم. عملنا زاد كيف شباك خاص بالذوي الاحتياجات الخصوصية في العائلات اللي كان عائلة كبيرة تكونة من 10 أشخاص وعندهم صغار برشا وكذا زاد كفيف نجموا يتعديوا بالشباك هذا، النساء الحوامل المسنين معناتها عندهم شباك خاص. الناطق باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغايا أكد أن وزير الداخلية أسدى تعليمات بتحديد أجل قصوى في عملية استخراج الوثائق الراجعة بالنظر إلى الوزارة. مهما كان الملف تعليمات حتى السيد وزير الداخلية الباسبور ما يلزموش يتجاوز 5 أيام، بطاقة التعريف ما يلزمش يتجاوز 10 أيام، البيتروا يلزم 7 أيام، واللي عنده إذا كان تعطل ولا عنده إشكالية يتقدم للمكتب علاقة مع المواطن في المنطقة أو في فضاء المواطن بوزارة الداخلية يقدم الشكوى نتاعه ونشوفوا له شنو الوضعية وعلاش تعطل ونحلوها. كما أكد فاكر بوزغايا أن وزارة الداخلية بمختلف مصالحها المعنية ستتصدى لجميع الممارسات المخلة بالأمن العام عبر اتخاذ إجراءات خاصة انطلاقا من المطارات والموانئ. تم اتخاذ اجراءات معينه، تبدا الاجراءات هذه من المطار ومن الميناء. نحن باش كان نعزوا الوحدات الامنيه المتواجده المحيط المواني والمطارات، باش تكون هناك موجوده مع الامن السياحي، وباش يكون موجود شرطه النجده، باش اداره الامن العمومي مختلف معناتها هي كلها، باش يقاوموا الظواهر هذه المخله بالامن العام، يامنوا معناتها المسافرين، يبداوا من غادي منظومه كامله حمايه معناتها محيط المؤسسات السياحيه بالطبيعه، هذيك معناتها منظومه زاد يتم تعزيزها، تبدا نحن نبداو من جوان جويليا واوت حتى سبتمبر تعزيزها بالمناطق هذه السياحيه بوحدات اخرى تكون موجوده زاد كيف النجده ومختلف معناتها شرطة النجده، معناتها نطمنوا العباد معناتها ان شاء الله بخط ربي باش يكون موسم سياحي معناتها ناجح. وزاره الداخليه مش تستخير حتى جهد.
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب المخدرات وحجز 1050 صفيحة من مخدر القنب الهندي وحوالي 35 ألف قرصا مخدرا. وأذنت النيابة العمومية بإجراء جملة من المداهمات بكل من ولايتي بنزرت وتونس العاصمة أسفرت عن إلقاء القبض على 4 أشخاص وإدراج شخص آخر شملته الأبحاث من دولة أوروبية بالتفتيش. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. آخر التطورات الميدانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم بجروح خطيرة جراء انفجار قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على حي الصبرة في مدينة غزة. وعلى مدى الساعات الماضية نفذ جيش الاحتلال قصفا مدفعيا وغارات جوية على أحياء في مدينة غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة طول كرم وفرضت حصارا على مخيم نور شمس في الوقت الذي قامت فيه آلياتها العسكرية بتدمير البنى التحتية وسط مواجهات عنيفة ومسلحة. يأتي ذلك بينما أفاد تقارير عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعلن في الأيام المقبلة أن عمليات الجيش في رفح تقترب من نهايتها وأن قوات الاحتلال تضع أنظارها على المرحلة الثالثة من الحرب. سياسيا، قالت الرئاسة الفلسطينية ردا على تصريحات إسرائيلية داعية لتسليم غزة إلى قوات دولية، قالت إنها لن تقبل أو تسمح بوجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن منظمة التحرير تعد الممثل الشرعي الوحيد للشعب. كما أضافت أنه لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني وحده من يقرر من يحكمه ويدير شؤونه. في بقية أخبار العالم، وبفارق كبير تصدر حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا حاصدا أكثر من 34% من الأصوات بحسب تقديرات أولية. ستتولى روسيا رئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لمدة شهر اعتبارا من اليوم، وستكون الموضوعات الرئيسية للمناقشة تسوية في الشرق الأوسط والمعادلة الأمنية العالمية الجديدة. وختاما، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم مدعومة بتوقعات بعجز في المعروض ناجم عن ذروة استهلاك الوقود في فصل الصيف وتخفيضات أوبيك بلس. نقطة ونهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إثر معاينة رئيس الجمهورية لتسرب كميات كبيرة من المياه الصالحة للشراب بإحدى ضواحي العاصمة، إعفاء رئيس إقليم المنار للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه من مهامه وفتح تحقيق عدلي في الموضوع. أكثر من 41 ألف تلميذ يجتازون بداية من اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. وزارة الداخلية تقر جملة من الإجراءات والتدابير الجديدة الخاصة باستخراج عدد من الوثائق. وفي الشرق الأوسط، رئاسة الفلسطينية ترفض رفضا قاطعا دعوة الكيان الصهيوني لتسليم غزة لقوات دولية. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.